بسم الله الرحمن الرحيم. منظمة برايل لتأهيل المكفوفين وضعاف البصر تقدم. سلسلة شروحات مايكروسوفت وورد للأستاذ فراس فالح، نأمل أن تحقق الفائدة وتنال رضاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل الأخ الأستاذ عمر عن الهوامش وكيف عمل الهوامش وكيف تترقم وكيف تصبح ترقيمها كل صفحة أو تصبح مستمرة خلال البحث. نستعرض وياكم إن شاء الله كيف عمل الهوامش وكيف نرقمها وكيف يصبح الترقيم في نهاية الفقرة وكيف يصبح الترقيم في نهاية الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. فاتح ملف وداني. خال نكتب بي إن شاء الله. فاء راء ألف سين فراس مدفاء أبلان حاء فالح مسافة فراس فالح فراس فالح السطر التالي خالي فراس فالح فراس فالح خالي السطر مسافة حاء مسافة. أعمل الهامش إن شاء الله. قلنا شلون نعمل الهامش؟ كنترول ألت، أظل دايس على كنترول وألت ودوس حرف الباء. حواشي صب هامش الصفحة واحد مساء مساء السطر التالي. انا راسا يخليني داخل الهامش ببطن الهامش راسا بالاسفل الصفحه. نكتب ب ط ال لا ب طالب مسافه جيم جيم دال كاف تاء واو راء الف دكتوره مسافه خب خالي فراس فالح هامش الصفحه واحد. فراس فالح هامش رقم واحد. ننزل لاسفل الصفحه خالي حواشي صف لي إطار هامش الصفحة واحد طالب دكتورة طالب دكتورة خوش كلام. خب خالي نعمل هامش ثاني. خالي خالي فراس فالح هام خالي خالي. نكتب ألف لام حاء ألف جيم الحاج مسافة قا ألف سين ميم قاسم مسافة خالي الحاج قاسم الحاج قاسم خالي أصل مسافة ميم مسافة الحاج قاسم. نعمل هامش. آني عملت هامش حواشي هامش الصفحة الثانية. آني رأسا هسه أنا ببطن الهامش السطر أكتب عربي راء عين ميم يا عمي مسافة اللام عين زين يا زين العزيز مسافة عمي العزيز كتبت العمي العزيز هامش خالي خالي الخالي فراس فالح هامش الصفحة واحد فراس فالح هامش رقم واحد خالي الحاج قاسم هامش الصفحة الحاج قاسم هامش رقم اثنين الحاج قاسم هامش الصفحة اثنان خالي خالي ننزل حواشي صف لي إطاري هامش الصفحة واحد طالب دكتوراة هاي هامش رقم واحد. نزلنا أسفل الصفحة هامش رقم واحد طالب دكتوراة هاي لين بعد فراس فالح. هامش الثاني هامش الصفحة اثنان عمي العزيز عمي العزيز الحاج قاسم خوش كلام. هسه كيف نعمل الهوامش ترقيمها مستقل كل صفحة وكيف نعملها مستمرة على طوال البحث مالتنا؟ ندوس Alt مفتاح Alt
أدوات شريط الأدوات ريبون. علامة تبويب الشريط صحيفة. الصفحة الرئيسية صحيفة محدد رابط همزة على السطر. هسه احنا فتحت لنا هالصفحة. ندوس السهم الأيسر. دوسة واحدة شي يقول لنا؟ إدراج صحيفة محدد. إدراج. ما علينا بي. ندوس السهم الأيسر. تخطيط الصفحة ما علينا بي. ندوس دوسة أخرى السهم الأيسر. مراجع صحيفة محدد رابط. مراجع. الآن أتنقل بالتابات. الآن من قال لي مراجع أتنقل بالتابات. جدول المحتويات تجميع إضافة نص إضافة تحديث الجدول الحواشي السفلية إدراج التعليق قدامي الحاشية السفلية إظهار الملاحظات مربعات حوار الحواشي السفلية والتعليقات القدامية هذا هذا الأريد أني اسمعوا اسمعوا مرة اللخ هذا الأريد إظهار مربعات حوار الحواشي السفلية والتعليقات القدامية زر إظهار مربعي الحوار الحواشي السفلية والتعليقات القدامية أدوس عليه أنتر حواشي سفلية وتعليقات ختامية محاورة الموقع التنسيق تطبيق التغييرات أدوس عليها بالتابات زر محط صندوق غير تحويل زر التنسيق الرقمي علامة مخصصة رمز بدء الترقيم بتحرير حواشي سفلية وتعليقات ختامية تطبيق التغييرات على صندوق غير إدراج زر دال تطبيق ترقيم صندوق خيارات مستمر قاف ترقيم يقول لي ترقيم سمعوا بدء الترقيم بتحرير مو بدء الترقيم مو بدء الترقيم هدوس تابلوخ ترقيم صندوق خيارات مستمر قاف شح يقول لي باع شح يقول لي بدء حواشي سفلية وتعليقات ختامية محاورة الموقع التنسيق تطبيق التغييرات ترقيم صندوق خيارات مستمر قاف ترقيم مستمر ترقيم مستمر هسه أني مسويه أو هو البحث تلقائيا من تفتح ملف وورد جديد يقول لك مستمر ترقيم مستمر تنزل بالأسهم بالأسهم للأسفل ترقيم صندوق خيارات إعادة ترقيم كل مقطع كل مقطع اترقم ترقيم شكل دوس على دوسة لوخ أسفل بالسهم إعادة ترقيم كل صفحة إعادة ترقيم كل صفحة ترقيم شكل إعادة ترقيم مستمر مستمر إعادة ترقيم كل مقطع إعادة ترقيم كل مقطع إعادة ترقيم كل صفحة إعادة ترقيم كل صفحة هسه أنا دا أتنقل بالسهم بالسهم الأعلى والسهم الأسفل أخير خيار إعادة ترقيم كل صفحة إعادة ترقيم كل صفحة شطي أطي أنتر خوش كلام أطيت أنتر أتنقل بالتاب تطبيق التغييرات على صندوق غيارات كامل المستني إدراج زر دال بعد دوسة الختاب إلغاء الأمر زر إلغاء الأمر بصف إلغاء الأمر دوس تاب تطبيق زر تطبيق عمو شي سوي يطبق لي ترقيم كل صفحة أدوس عليه أنتر مايكروسوفت وورد دوكيمنت 1 دوكيمنت 1 مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الأسطر صفحة واحد محاذاتي لليمين خالي خالي هسه إن شاء الله كل صفحة يترقم ترقيم جديد يعني ثاني صفحة الأولى ترقيم واحد اثنين قدامش بنفتح الصفحة الثانية هم يصبح عند الترقيم واحد واثنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.